امي مالك يا حاج ابراهيم؟ تعبت والله، تعبت من ايه؟ انا دلوقتي كل يوم اجازه الاقي الاستاذه شايله الشج، عماله تهري وتنقط وتنظف وتخبط وده مش عارف انام. وهي النظافه وحشه؟ مش عارف انام. ما تنامش يعني؟ انت كنت تملس على الترابك ده الحريم اخواتك. ماشي، انا بحب النظافه، كنت بعمل كده. كنت تعمل كده في الحريم اخواتك؟ الاجازه عايزه وين الاجازه؟ وهي يمكن يوم الاجازه عامله اكل ولا حاجه ولاقيها يوم اجازه عندي. اخرتها ايه يعني؟ ولا اخرتها ولا ولا اعمل كده اهو، اعمل زي ما هتعمل، كنت تعمل لاخواتك. هي هتنظف وهتحب النظافه. ماشي النظافه على ايه؟ كنت تتمسك اي ذره لاخواتك. تعالي خد يا غاد. تعالي خد. اقول لك ايه، عارفه كل يوم اجازه ابراهيم عاوزاكي تجد بالسرير اللي نايم عليه. يعني انا جاي اشتكي لك المرتبه اللي نايم عليه كل يوم يعني جمعه الساعه 10 مثلا؟ انت سايبه الحته دي مثلا مش نظيفه او يعني انت سايبه؟ يا نور عين، هي في يوم الاجازه هو كان بيطلع يعمل لهم ايه؟ جاي منك سلايفك يا غالي، عارفه كان يعمل لهم كده يعني كله، ما فيش تراب ولا فيش حاجات، كان يعمل كده. دلوقتي عاوز ينام ازاي هو؟ تبعد عن يوم الاجازه. امسك يا غاده يوم السرير، يوم الجمعه اللي انت عاملاه، وهيبقى قاعد المرات الثقيله عليك، وقولوا له قوم نشمش المراتب في الشمس. بعدين على فكره يعني خلاص يوم الاجازه، يوم الجمعه يا غاده الساعه 10، سيبينا الساعه 10 بس. 10 ايه؟ اي للساعه 10 بس. هو 10 واول ما يعمل لك قولي له كده، طول لي اعمل له بايدك كده وقولي له ما فيه تراب، عرفت التراب.